السلام عليكم لي زامي، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا مزيان. نلقاكم هذا الفيديو بالف خير. اليوم كيف ما شفتوا في العنوان ديال لا فيديو، غادي نهضروا على فيزا شنغن فرنسا اللي اخيرا رجعت المياه لمجاريها. اولا موضوع اللي كيدور على تاشيره فرنسا ما بقاش موضوع حساس، والحمد لله تقدت الامور ما بين المغرب وفرنسا، خصوصا بعد زياره وزيره اوروبا والشؤون الخارجيه ديال فرنسا كاترين كولونا اللي جات المغرب نهار 15 و16 جانفي. جات هي خصوصا باش توجد زياره ايمانويل ماكرون اللي هي من شحال هادي، وهاد الزياره كانوا معولين عليها ولكن ديما كانت كتاجل. ودابا ملي جات كاترين كولونا في المغرب تاكدت بان ايمانويل ماكرون غادي يجي المغرب في الربع الاول ديال 2023، يعني يا اما في يناير يا اما في فبراير او لا في مارس. هاد الزياره ديال ايمانويل ماكرون غادي تخلي ان هاد البلدان بجوج، يعني المغرب وفرنسا، يهضروا على بزاف ديال المواضيع اللي حساسه، وبقاو في هاد العامين الاخيره بلا اجوبه واضحه، منهم قضيه الصحراء المغربيه، وايضا موضوع الفيزا السياحه، وايضا مواضيع اخرى غادي يهضروا عليها. وان شاء الله حنايا غادي نتبعوا هذا الموضوع، وان شاء الله الا كان شي جديد غادي نقولوا لكم في هذه القناه. اذا ما تنساوش انكم تابوناو وتضغطوا على الجرس باش الا درت شي فيديو جديده تطلع لكم دغيا دغيا. ولكن نرجعوا لموضوع ديال التاشيره ديال فرنسا. اصلا مع زياره كاترين كولونا اللي هي وزيره اوروبا والشؤون الخارجيه بفرنسا، اعلنت في ندوه صحفيه مع نظيرها نصير بوريطا ان موضوع الفيزا السياحه تحل بصفه نهائيه، وهذا الشيء بسيمانه قبل، يعني قبل ما توصل هي في المغرب، وما بقاش غادي هذا المشكل غيبقى مطروح. وعلنت ايضا ان دراسه الملفات ديال الفيزا اللي كنحطوا حنايا المغاربه عند القنصليه ولا عن طريق تيليس كونتاكت غادي تتم بصفه عاديه، يعني كيف ما كانت شحال هذه قبل ما يوقع هذا المشكل بيناتنا. واش هذا الشيء غادي يعني بان جميع الملفات غادي يكونوا مقبولين، وجميع الناس اللي غادي يطلبوا الفيزا غادي يعطوهم فيزا؟ لا، غادي يبقى ديما الشرط الاساسي باش تاخذ الفيزا ديالك شنغن من عند فرنسا هي ان البوسي ديالك يكون كامل، يكونوا الوراق ديالك مزيانين، الخدمه ديالك فيها الوراق مزيانين، عاطي جميع الوثائق ويكونوا صحاح، الحساب البنكي ديالك يكون ما فيه حتى شي حاجه مشكوكه، يكون فيه الفلوس باش تبين بانك نتايا ما عندكش حتى شي سبب انك يخليك تمشي لفرنسا وتجلس تماك، ولكن بالعكس نتايا ماشي سياحه وغادي ترجع في حالك للمغرب مي غتسالي. وفي هذه الايام الاخيره راه بزاف ديال الناس رجعوا يدفعوا الفيزات ديالهم في تيليس كونتاكت، لان الا ما كنتوش عارفين هذه المعلومه راه تيليس كونتاكت هو المكتب اللي كتدفعوا فيه الاوراق ديالكم ديال الفيزا، ومن بعد هو كيتكلف بانه يدي الاوراق للقنصليه باش هما في القنصليه غادي يقروا هناك بعد دراسه الملف ديالكم واش غيعطيكم الفيزا او لا. كنعاود ناكد على هذه القضيه وفي تهضرت عليها في الفيديوهات اللي قبل، المكتب تيليس كونتاكت ولا اي مكتب اللي ولا كيدير هذه الخدمه هذه مع القنصليات ما عنده حتى شي دخل في القرار ديال القنصليه، يعني ما كيعرفوش واش القنصليه غادي ترفض لكم ولا غتقبل لكم الفيزا. المهم هذه غير نقطه بغيت نشير ليها، حيت بزاف ديال الناس كيسولوني كيقولوا لي علاش تيليس كونتاكت كترفض ليا الفيزا، اولا بعض المرات كيسولوني اشنو ندير باش الناس ديال تيليس كونتاكت يقبلوا الملف ديالي. راه كيف ما قلت لكم راه ما كاينش علاقه ما بين القرار ديال الفيزا والناس اللي خدامين في تيليس كونتاكت. مهم كيف ما قلت لكم هذه نقطه بغيت نشير ليها، دابا نكملوا الفيديو. اذا كيف ما قلت لكم في هذه الايامات الاخيره بزاف ديال الناس رجعوا يدفعوا الدواسه ديالهم في مكتب تيليس كونتاكت بالنسبه للفيزا فرنسا، وبزاف ديال الناس هادشي غير في الايامات الاخيره قبلوا لهم الفيزا ديالهم وعطاوهم الجواب في ايام قليله، يعني كنعرفوا واحد السيده شخصيا عطاوها الجواب عيطوا عليها باش تاخذ الباسبور ديالها في 3 ايام فقط. كاينين بعض الناس اللي كيجاوبوهم على سيمانه جوج سيمانات، بعض المرات كاع اكثر، ولكن الحمد لله ولاو حتى ماشي غير كيقبلوا الفيزا. هذا الشيء اكيد الشرط الاساسي هو ان الدوسي ديالكم يكون مزيان، ولكن حتى كيقبلوا بسرعه، يعني كيدرسوا الوثائق بسرعه احسن من كيف ما كانوا شحال هذه. هذا الشيء غيخلي ايضا ان الضغط اللي طاح على
المكتب ديال بيليس كونتاكت والسفارة ديال اسبانيا اللي عرفت بزاف ديال لي دوموند الفيزا مع القرار ديال فرنسا انها تهبط نسبة ديال الفيزات بالنسبة للمغاربة وايضا بالنسبة للجزائريين والتونسيين. هادشي غادي يخليهم حتى هما كيف ما قلت لكم ما يبقاوش عليهم واحد الضغط كبير، اذا غادي تحلوا بزاف ديال المواعيد، ما بقاش عليهم بزاف ديال الناس، وغادي يقدروا حتى هما بنفس الوقت بالنسبة للناس اللي كيفضلوا ديما يدفعوا في السنتر بيليس اولا عند اسبانيا انهم يلقاو بسهوله لي رونديفو وان يجيهم الجواب بسرعه. مع هذا اللقاء ديال كاترين كولونا بالوزير المغربي ناصر بوريطه، وماشي غير هو، كاينين حتى بزاف ديال الوزراء تلاقات بهم، هادشي باش غادي توجد للزياره ديال ايمانويل ماكرون. كاينين حتى جوج الاحداث وقعوا من بعد اللي هما احداث مهمين اللي كيدلوا على ان الوضعيه ديال التاشيره ديال فرنسا غادي تقاد مزيان وغتزيد تقاد من هنا لقدام. اول حدث اللي وقع هي مباشره من مورا الزياره ديال كاترين كولونا هو ان القنصليه ديال فرنسا صيفطات ميساج لواحد المجموعه ديال الناس، واحد العدد كبير اللي كانت رفضات لهم من قبل الفيزا ديالهم، مع العلم انهم مع عمر ما كان عندهم مشكل مع فيزا فرنسا، كانوا ديما كياخذوا داك الفيزا، وايضا الملف ديالهم الوثائق ديالهم كانوا مزيانين ما كان فيهم حتى شي مشكل. هذوك الناس واخا رفضات لهم الفيزا صيفطات لهم عاوتاني ميساج وقالت لهم بان الفيزا ديالكم مقبوله مباشره بعد زياره وزيره فرنسا. وايضا كاين واحد الحدث الثاني اللي هو حدث جديد جدا اللي هو يلاه وقع اليوم حنايا 27 دو جنبير، واليوم جاء السفير الجديد الفرنسي بسفارة فرنسا في المغرب، اول مره غادي يدخل للسفاره وغادي يبدا المهام ديالو في السفاره الفرنسيه بالمغرب بالرباط. وهاد السفير الجديد سميتو كريستوف لوكورتي، وما بين التحديات اللي غادي يكونوا عنده هو كيف ما هضرنا عليه من قبل موضوع ديال التاشيره ديال فرنسا. وانا علاش كنقول لكم هاد الحدث، لان السفيره اللي كانت قبل من كريستوف لوكورتي كانت خرجت من السفاره الفرنسيه اللي بالمغرب ورجعت لفرنسا، اذا ما كان حتى شي سفير لواحد المده طويله، وكان هذا فراغ دبلوماسي اللي خلى العلاقات تتوتر اكثر واكثر ما بين فرنسا والمغرب. ولكن دابا الحمد لله القضيه تقادات مع السفير الجديد اللي جا المغرب. اذا بالنسبه للناس اللي كانوا كيتسناو الحمد لله هذا الخبر صار، دابا راه ممكن تبداو تدفعوا الفيزا ديالكم من عند فرنسا، والا كان كيف ما قلت لكم من الاول الملف ديالكم مزيان والوثائق كلهم مكملين راه ان شاء الله غادي يعطيكم الفيزا. اذا بالنسبه للناس اللي كيتسائلوا كيفاش كنديروا باش ندفعوا الفيزا لفرنسا، غادي ندير لكم دابا توتوريال سريع باش نوريكم كيفاش كتدفعوا الفيزا ديال فرنسا، مع العلم انني فايت ليا من قبل درت بزاف ديال الفيديوهات على فيزا شنغن. صراحة ماشي فيزا فرنسا ولكن راه كيتشابهوا نفس الوثائق اللي تدفعوا البلد راهما نيت غادي تدفعوهم لفرنسا، ما كاينش شي فرق لاننا كنتكلموا على فيزا شنغن. اذا بالنسبه للناس اللي ما عمرهم ما شافوا الفيديوهات ديالي غادي نحط لكم هنايا لتحت في الديسكريبسيون فيديو ديال كيفاش تعمر استماره ديال فيزا شنغن. غادي نحط لكم ايضا كيفاش ديروا باش تدفعوا الفيزا بريطانيا، حيت فيزا بريطانيا كتدفع حتى هي عن طريق تيليس كونتاكت، راهما نفس المراحل غادي يكونوا بعض الاختلافات غادي نقولهم لكم من بعد، ولكن الا بغيتوا تزيدوا تعمقوا المعلومات ديالكم ممكن تشوفوا هذا الفيديو راه غادي تنفعكم. وغادي نحط لكم ايضا كيفاش درت باش دفعت الفيزا اسبانيا، فيها حتى هي بزاف المعلومات غادي يقدروا ينفعوكم الا بغيتوا تدفعوا لفرنسا. وبالنسبه للناس اللي بغاو واخا هكا كيبقاو يدفعوا لاسبانيا راه حتى هي غادي تنفعكم. اول حاجه خصكم ديروا هي انكم تمشيو للسيت فرانس فيزا اللي غادي نحطو لكم حتى هو لتحت في الديسكريبسيون، وغنكتب لكم حتى لو سيت هنايا. هذا الموقع هو المرحله الاولى اللي خصكم تدوزوها عاد باش تدوزوا لتيليس كونتاكت. في هذا الموقع غادي تكريو ان كونت كيف ما كتكريو شي كونت في اي سيت بحال دابا فيسبوك ولا انستغرام، غادي تكريو لو كونت ديالكم باستعمال جيميل ولا ادريس ايميل ديالكم اللي غادي تكون خدامه، ماشي اي ادريس ايميل غتعطيها لهم، خاصكم ضروري تكونوا عارفين المود باس ديال هذيك الادريس ايميل حيت غادي تمشيو ليها من بعد باش تشوفوا لي زيميل اللي غيصيفطوا لكم. ملي كتكريو لو كونت ديالكم هنا كيعطيكم واحد لو فورمولير خصكم تعمروه في الموقع النيت، كتعمروا السميه ديالكم الكنيه ديالكم لادريس
المهنه ديالكم جميع المعلومات عليكم. هو فورميلار عادي، غير هو كيطلب شويه الوقت، وانكم تعمروه مزيان ما تغلطوا حتى شي معلومه غادي تعطيهم. ومن بعد ملي كتساليو هاد الفورمولير كيعطيكم واحد لو كود، هذاك لو كود غادي تعقلوا عليه وغادي تمشيو لتيليس كونتاكت، سيت ديال تيليس كونتاكت غادي نحط لكم حتى هو لو ليان ديالو هنايا وغتلقاوه في التحت في الديسكريبسيون. تيليس كونتاكت غادي تكرييو لو كونت ديالكم عاوتاني من جديد وغادي تتبعوا المراحل. المراحل اللي من بعد راهما ساهلين، غير كيطلبوا منكم من اين بلد كتدفعوا، شنو هي المدينه ديالكم، وشنو هو التيليس اللي غادي تختاروا، حيت حنايا ما عندناش غير تيليس واحد في المغرب، راه كاينين بزاف. من بعد هذاك لو كود اللي خديتو من السيت الاولاني ديال فرانس فيزا هو غادي تحطوه في الخانه اللي مخصصه ليه، وهناك غادي يعطيكم الحق باش تختاروا لو رونديفو ديالكم. ممكن في السيت ديال تيليس تختاروا خدمات اخرى، بحال مثلا ما ديروش الصف، اولا الباسبور ديالكم يجي لكم للدار اللي يعطيكم الجواب، ماشي زعما نتوما اللي تمشيو تاخذوه باش تشوفوا واش عطاكم فيزا اولا لا. مهم هاد الخدمات راه كاينين وغادي يبينوهم لكم فواحد الوقيته، ما تخلعوش ملي تشوفوهم. الا بغيتوا تاخذوا هاد الخدمات راه غادي تخلصوا عليهم، الا ما بغيتوش راه غادي ديروا غير نيكست وغادي تزيدوا للمرحله اللي موراها. من بعد خاصكم تخلصوا، والخلاص كيكون في وافاكاش اولا بلا كارت بونكير ديالكم على حسب نتوما الطريقه اللي غادي تبغيو. ملي كتساليو هادشي كله كيوصل لكم واحد لو ميل دو كونفيرماسيون اللي خاصكم تامبريميوه، وكيكون فيه الموعد ديالكم، هذاك ضروري خاصك تامبريميو تزيدوه في الدوسي، كتخليوه معكم حتى الخلاص ديال وافاكاش باش تكدلو بانكم خلصتو. من بعد كتجمعوا الوراق ديالكم. انا ما يمكنش لي نهضر هنا على الوثائق كاملين اللي خاصكم تجمعوهم، حيت كاينين بزاف ديال الوثائق وماشي كلهم كيطبقوا على جميع الناس. يعني كاين الوثائق اللي خاصه بالناس اللي خدامين في الدوله، كاين وثائق اللي خاصه بالناس اللي في القطاع الخاص، كاينين ديال لي روتريتي المتقاعدين، كاينين ديال لي ستوديون الى اخره. اللي غادي ندير هي انني لتحت في الديسكريبسيون غادي نخلي لكم لو ليان باش توصلوا للوثائق اللي خاصكم باش تجمعوهم. وايضا في تيليس كونتاكت ولا في السيت ديال فرانس فيزا بلوتو كيعطيوكم اصلا الوثائق اللي خاصكم تجمعو نتوما ولي كيكونوا خاصين بكم. غنحط لكم ايضا واحد الفيديو اللي عاونتني بزاف ملي كنت كنوجد هذا الفيديو اللي كندير لكم دابا. هذا الفيديو لقيتها في القناه ديال تيليس كونتاكت، يعني هي فيديو اوفيسيال ما كاينش شي حاجه غلطه فيها، غادي تلقاوها هنايا. اذا لي زامي وصلنا لنهايه هذا الفيديو، نتمنى انها تكون عجبتكم وجابت على بزاف الاسئله. ان شاء الله كيف ما قلت لكم انا غنبقى متبعه هذا الموضوع، الا كان شي جديد بعد زياره ايمانويل ماكرون المغرب راه غادي نقولها لكم في يوتيوب ولا في الانستغرام. اذا تابوناو في الانستغرام ديالي وتابوناو للقناه، ضغطوا على الجرس باش يبداو يطلعوا لكم ديما لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديوهات اللي كندير، وديروا لايك، لان ملي كديروا لايك راه هذا الفيديو كيطلع للناس اللي محتاجين يشوفوا هذا الفيديو. اذا معليا دابا غنقول لكم شكرا على المتابعه، نهاركم مبروك، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.